بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وإن شاء الله راح نتكلم عن الجزء الثاني عن أسباب سقوط الأسنان عند الحامل أثناء الحمل. طبعا أسبابها القيء المصحوب بالحماضة، عصارة المعدة بسبب الإرجاع المعدي، تكون فيها يعني بعض الأحماض الساخنة والحارة والحارقة التي تسبب نوعا ما من الأضرار في اللثة. وأيضا نوعية التغذية ونوعية الغذاء أثناء فترة الحمل الوئام قد تكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأسنان. وغالبا يعني تكون أسباب ترجع إلى عدم نظافة الأسنان، وغالبا تؤدي إلى تسوس الأسنان وتغيير رائحة الفم، وقد تنتج عنها التهابات في اللثة، وينتهي الأمر غالبا بفقدان الحامل لسن واحد أو أكثر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم في هذا الموضوع.